ابو خالد يابا ابو خالد يا عم يا خالد يا علا قطع لي يا علا يابا كل مره تخدني كده يابا فين الشيرز الاحمر بتاعي باص في الغسيل ورميته انت بتتكلم جد يا اللي على الراجل جوه بينسى خليك لينا يا حاج ياما نفسي ترتاح بقى يا حاج من الشقه ده انت اللي شايل البيت ده كله من ساعه المرحومه يا علا اللي ليا غيركم يا علا انت واختك على قروني وهي راحت من شويه يا حاج المهم هتغدينا ايه النهارده سم هاني استاهل بقك سلام خد ده اراضي الورشه بتاع امبارح حوشهم لي مع اللي قبلهم يا واد ضيع وشبع على نفسك يا انا تمام يا حاج لو عوزت اي حاجه هقول لك المهم بس ابقى راضي عني راضي يلا استاذن انا بقى مع السلامه اجعل لك في كل خراب عفريت فخر مش وشه فخر انا قلبي مقبوط وغالبا كده البيت ده ريحه مش حلوه غالبا ما طبيعي يا ابني البيت مسكون عفاريت هو احنا جايين درس كام يا يالا يعني البيت ده مسكون يا نهار اسود ده هيل بوي الواد خالد ابوه طلع هيل بوي يالا انت مش مستغرب انه هيل بوي انا مستغرب ان هيل بوي بيلبس جلابيه في البيت ده هنخوفه ازاي ده احنا نخوفه ده انا خفت اخش الفيلم ولا ما تخافش اجمد يالا اجمد احنا على حق انت هتتصرف يعني لا اتصرف ايه خش انت ماليش دعوه خش انا اخش وراك خرف ولا ايه؟ سكرك كام يا حاج هلبو؟ يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ الله 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 انتوا ايه يا ابني؟ وعايزين مني ايه؟ احنا من الانس وعايزينك في مصلحة مصلحة ايه؟ سيبوني في حالي انا عفريت كبير مش حمد بهدلة قول لخالد ابنك يخرج من دعاء اختنا اللي هو لابسها احنا مش بتوع الكلام ده خالص ابنك لو ما خرجش هنخرجه بالحنجل والمنجل والجبنة والزعتر زعتر لا زعتر لا يا نهار اسود احنا قتلنا هيل بوي ده سبايدر مان ما عرفش يعملها